هنا عزفت فا مي ري مي فا صول صول فا. السلام عليكم مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد. ان شاء الله في هذا الدرس سوف نرى كيفيه جعل التقاسيم والارتجال جميله ورائعه جدا. التعليم مفتوح للجميع لمن اراد ان يتعلم على الخاص ويحسن من عزفه بشكل سريع، ما عليه سوى التواصل معنا. كما ان هناك موسوعه شامله فيها شرح تعليم العود من الصفر الى الاحتراف متوفره لمن اراد الحصول عليها، يتواصل معنا على البريد الالكتروني او على الانستغرام او على الواتساب. إذن من بين أسباب الجمالية في العزف على آلة العود وهو أن يكون الإنسان لديه خزان. كيف يكون هذا الخزان؟ هذا الخزان هو أن يكون الشخص يستمع أكثر مما يعزف العود، يستمع الكثير من المقطوعات، تقاسيم أو عزف العود أو عزف الكمان، ويطبق مثلا نفس ما يسمع على آلته في البيت، ودائما يعزف شوي ويستمع أكثر. هذا سيعطيه خزان ويعطيه الكفاءة لكي يقوم لنا بعزف ارتجال في المستوى المطلوب وكما ينبغي له تماما. إذن الاستماع بشكل جميل يعطي هذه النتائج. وأيضا لما يكون الشخص يعني يدرس ويستفيد يعني قدر المستطاع في مجال التقاسيم أو الارتجال، فهذا سيكون عنده يعني كمصدر قوة لدى العازف. لذلك كلما نسمع عازف يعطينا ارتجال أو تقسيم يعني يكون يعني مبهر، فهذا راجع ومؤكد أنه يعزف جميع الألوان ويعزف جميع الأشياء بإتقان كبير جدا. إذن فلنركز على التقاسيم وعلى الارتجال لأنه شيء جميل ورائع جدا، فهو على ما أظننا هو الأساس بالنسبة لتعليم السماع وحتى تعليم الغير سماع، لأن الارتجال وهو إحساس. إذا أردنا أن نستخرج من متعلم مثلا يعني عزف ماهر، يجب أن ننمي له الإحساس. إذن أن نركز أن ننمي له الإحساس، فهذا من أشياء أو الأسباب التي تعطي مباشرة قفزة سريعة جدا في تعليم العزف على آلة العود. إذن نركز على الإحساس مشاهدينا الكرام. إذن هنا نعزف مثلا تقاسيم على البيات من درجة ري أو من درجة صول أو حتى من درجة لا مثلا. دائما البداية تكون على حسب الإحساس، فهو إحساس يخرج ويطبق على الآلة. مثلا الإنسان إذا أراد التكلم يستخدم صوته حتى يتكلم، هنا إحساسه يقول له أعطي شيء فيعطي مباشرة على العود أو على الكمان أو على جميع الآلات. مثلا هنا فا مي ري دو ري، والارتكاز دائما يجب أن يكون سليم. إذن هذا إحساس، يعني عزفت واستخدمت الكثير من الأشياء مثلا. هذه جملة فيها إحساس وجمالية في العزف، ويستمر الإنسان بشكل هدوء، بشكل فيه هدوء ويعني استرخاء. إذن كل هذا العزف هدوء ولكن فيه تقنيات، يعني ليس العزف الذي نعرف عزف عادي ومبتدئ مثلا، هناك تقنيات. مثلا هذه جملة، إذن هذا إحساس كله سلس وفيه هدوء، ممتاز. لما الإنسان يعزف هذه الجمل المتسلسلة وعلى حسب يعني هواه في العزف،
يعطي مثلا بعض الجمل التي تكون فيها شوية سرعة ويعود لي الهدوء. أعطيت بعض العزف القوي والسريع وأرجع دائما وأعود للهدوء، لأنه أصل في هذا التقسيم منذ البداية، وهذا يعطي إحساس جميل. مثلا وصلت إلى مرحلة أخرى، يجب أن أعزف بطريقة فيها إبداع و يعني وتنوع. مثلا بالمثال أعود لعزف يكون ختامه كله شجن وكله طرب وكله إبداع، يخلي الإنسان يصفق لهذا القفلة التي تكون قفلة وسط التقاسيم. وهذا رجع إلى أشياء كثيرة، منها فرداش، منها فيبراتو، منها غليساندو، منها يعني أشياء كثيرة جدا من التقنيات التي طبقتها مثلا في هذا التقسيم، لأن هذا أسلوب فيه إحساس وشجن وطرب، يعني المدرسة الأم. وهناك أيضا أساليب السحب، هنا عزفت فا مي ري مي فا صول صول فا، هنا أيضا عزفت مي صول، نركز جيدا على نوع الجملة صول فا مي مي ري مي. فيها سحب وفيبراتو، سحب من سول إلى فا وفيبراتو. هنا مي 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 دو 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 سي، من دو إلى سي بيمول. هنا أيضا من لا إلى سي بيمول. ونعطي قبلة سواء تكون ختامية أو يعني دائما وسط التقسيم، وأيضا نضيف مثلا أشياء فيها دخول إلى صدر العود مثلا. وأيضا هذه الجملة يعني فيها جمالية في العزف، مثلا يعني هناك سحب وتركيز ودقة وسرعة في العزف من ناحية يعني الريشة، يعني أشياء كثيرة جدا. إذن هذا كله فيه تقنية وجمالية العزف. إذن مشاهدي الكرام، كان هذا درسنا، أتمنى أن يكون مفيد، ولا تبخلوا علينا بالاشتراك واللايك والشير وكومنت التحفيزي للقناة. إلى اللقاء.